صباح الخير. يا هالة. نعم. معكيش نمرة المحامي اللي خرج ابوكي المرة اللي فاتت؟ محامي ايه يا ماما؟ انا لسه ما غسلتش وشي. فيه ايه؟ ما هي اختك اتصلت وبتقول انهم قبضوا على ابوكي عند عمتك، وعمتك احتارت وراحت وراه ونقلوه من اسم ودوه اسم تاني، وهي مش عارفة حاجة ومش فاهمة اي حاجة في الدنيا. طب هي فين دلوقتي؟ روحت البيت، روحت بيتها تعمل اكل للولد وبعدين تجيبه هنا عشان يقعد لغايه ما نشوف هنعمل ايه. طب واحنا مالنا يا ماما؟ انا مش فاهمه، يعني عايزه رقم المحامي ليه؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. استني تعالي يا بنت، ريحي امك يا هاله. ايه البت دي؟ يا ساتر يا رب، انا مش عارفه طالعه قاسيه كده وقلبها جامد لمين. معلش عندها حق، هي ذنبها ايه في كل ده؟ ذنبها ايه ده؟ ايه ذنبها؟ انه ابوها وهيفضل ابوها. يعني البت تفضل طول عمرها تشتغل وترسم في نفسها وفي الاخر تلاقي ابوها رد سجون؟ ده كلام بقى؟ ده كلام يا لميا دلوقتي؟ ده عزه بقى. اتفضلي يا ماما، ده اسم المحامي، رقمه وعنوانه، يا ريت ما تسالوش على حاجه تاني.